شن الطيران التركي مجددا غارات جوية على قواعد لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق. تأتي تلك الغارات إثر مقتل ضابطين من قوات الأمن التركية في هجوم شنه مسلحون أكراد على مركز للشرطة في أدنى جنوبي تركيا. تفاصيل أخرى مع مراسلنا عدنان الظاهر. بعد ثلاثة عقود من النزاع المسلح بين الحكومة التركية وتنظيم حزب العمال الكردستاني، هدأت قبل عامين ونيف أصوات الرصاص وبدأت مسيرة السلام الداخلي بين الجانبين. سلام ما لبث أن توقف بعد أن اختلطت أوراق اللعبة السياسية في تركيا، وأعلنت الحكومة بدء عملياتها العسكرية ضد معاقل التنظيم الذي قام باستهداف الجنود وقوات الأمن التركية. التطورات هذه ألقت بظلالها على الشارع التركي الذي بدا متخوفا من عودة الحقبة الدموية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الطرفين. نشعر بالقلق من عودة الاضطراب إلى بلادنا، ونتمنى أن يستأنف الجانبان محادثات السلام بينهما. استئناف المحادثات وضعت له الحكومة شرطا وهو إلقاء التنظيم لسلاحه، لكن الأخير أظهر موقفا متصلبا ورفض رفع إصبعه عن الزناد قبل أن يوقف الجيش عملياته العسكرية ضد معاقله داخل تركيا وخارجها.